وزان اليوم كان نقاش في التفاعل من طرف المنخرطين. كيفاش يعني بغينا تهضر لنا على الخلاصه في هذا الاجتماع؟ فاولا كنبغيو نشكروا المنخرطين على التواجد ديالهم. الى لاحظتوا كان تواجد مهم وكبير ديال اغلبيه ديال المنخرطين. اليوم جينا باش الرئيس جا باش يقدم البرنامج ديالو، وهذا برنامج اللي كان مفصل، وحنا ان شاء الله غادي نديروا الجهد ديالنا الكبير باش نفوزوا بهذه الرئاسه، لان كنامنوا ب النجاح وكان امنوا باننا غادي نقدروا نوصلوا بهذا النادي العريق الكبير الى ابعد ما يكون. كيفاش شفتي الخطوه الديمقراطيه السابقه في التاريخ؟ فالرجاء دائما كانت سباقه في جميع الامور، لا في مسائل التسويقيه، فهذا ماشي غريب على واحد النادي عريق بحال نادي الرجاء الرياضي. وكنعتقد بانه هذا مفخره للنادي ديالنا والرياضه المغربيه على العموم. الكلمه الاخيره باش تقول جماعه؟ حنا كنوعدوها بان اون طونك رجاوي ان شاء الله غادي نديروا المستحيل وغادي نديروا الجهد ديالنا وغادي نشتغلوا لمصلحه الرجاء باش نوصلوها فابعد ما يكون ان شاء الله، ونفوزوا بالالقاب ونكونوا دائما فرحانين كما فرحنا في كاس العالم ان شاء الله بحول الله. شكرا.